مساء الخير متابعي تخص العرب في الأردن. نهار اليوم الأربعاء سادت عموم مناطق المملكة أجواء حارة نسبياً، على أن ترتفع درجات الحرارة وتبلغ ذروتها نهار غد الخميس، لتصبح الأجواء حارة إلى حارة نسبياً في عموم المناطق، وشديدة الحرارة في منطقة الأغوار، البحر الميت ومنطقة العقبة. وتتأثر منطقة الجنوب ومنطقة الشرقية كنتيجة لهذه الأحوال الجوية الحارة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تحصل على إثرها بإذن الله زخات من الأمطار الرعدية، وهناك إن شاء الله هبوب للرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار. أما عن درجات الحرارة المسجلة لهذه الليلة في العاصمة عمان، بتسجل حوالي 20 درجة مئوية، نسبة الرطوبة عالية 82% وسرعة الرياح 8 كيلومتر في الساعة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة لنهار غد الخميس في عموم مناطق المملكة. نبدأها شمالا وإربد، بتسجل بين 33 و19 وأجواء صافية ومشمسة. عجلون بين 32 و19، الوفرق أجواء حارة 37 نهارا 20 ليلا. جرش بين 36 و22 وأجواء حارة في جرش. المناطق الوسطى مع العاصمة عمان بتسجل نهارا بين 34 و20، البلقاء 34 و21، الزرقاء أجواء حارة 38 و23، مادبة بين 35 و19، والبحر الميت أجواء حارة جدا 40 نهارا وبتنخفض ليلا إلى 27 درجة مئوية إن شاء الله. أما مع المناطق الجنوبية، الكرك بين 34 و20، الطفيلة بين 32 و20 وأجواء غائمة جزئية، الشوبك بين 31 و19، معان 37 و23، واحتمالية لهبوب للرياح المثيرة للأتربة والغبار، العقبة أجواء حارة جدا 40 نهارا و25 درجة مئوية بتنخفض ليلا إن شاء الله. أخيرا مع المناطق الشرقية، الرويشد نهارا 40 و27 ليلا أجواء حارة، الصفاوي 40 نهارا 24 ليلا وأجواء حارة، الأزرق 41 نهارا وبتنخفض ليلا إلى 24 درجة مئوية إن شاء الله. متابعينا شكرا لحسن الاستماع، إلى اللقاء.